يوم رالي القصيم 2023 ضمن جولة الراليات السعودية في المملكة، حيث شهد الرالي منافسة كبيرة مع الزميل من هناك مؤيد السلم. تفاصيل أكثر. مساء الخير يا مؤيد. مساء الخير عبد العزيز، أمسي عليك بالخير وعلى نهى على السيدات والسادة مشاهدي برنامج من السعودية. بالفعل اختتمت اليوم بطولة رالي القصيم 2023 من هنا من مدينة بريدة، وأنا متواجد في منتزه القصيم الوطني وتحديدا في مركز الصيانة. معنا ضيفة جاية من تونس، سائقة راليات. تفضلي مايا، أهلا وسهلا. أدائك كان رائع في الرالي، وأنت سائقة الوحيدة لفئة الكواد. شكرا، عايشك، مرحبا. انا مايا تميم، متسابقه موتو كروس تونسيه، اول مره في السعوديه واول مره نشارك في الكروس كانتري فئه الكواد بتي اريكس 700، وكانت بالنسبه لي احسن تجربه في حياتي الكل، وفخوره اني اول مره متواجده في السعوديه وشاركت في رالي القصيم، وكنت متواجده مع ابطال العالم. هذا فخر لي. احنا سعيدين جدا بوجودك. كيف التجربه لك هنا؟ المنافسه، التضاريس؟ بالنسبه للتجربه كما قلت لك هي احسن تجربه في حياتي. التضاريس والسيركوي نتاع السباق الكل، يعني هو اول مره نسلك المسلك هذاك، اول مره ندخل للصحراء، تجربه جديده بالنسبه لي وعجبتني برشا، وإن شاء الله المرة الجاية تشوفوني في راليات أخرى في السعودية ونقدم ما أحسن، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا. شكرا لي مايا. صالح السيف أو إبراهيم المهنة، تفضل إبراهيم، سائق فئة الشاحنات. إبراهيم يعطيك العافية. الله يعافيك. أداء جيد الحمد لله، يعطيكم العافية. الله يسلمك ويعافيك، وشكرا تواجدكم، وشكرا للقصيم وأهل القصيم على هالضيافة الجميلة والأجواء الجميلة. اللهم لك الحمد، صراحة القصيم إضافة لكل متسابق. شكرا الله يحفظك. كيف كانت المنافسة في الرالي؟ والله المراحل صعبة، التنافس مع المراحل كان صعب جدا، وخاصة اليوم يعني كانت المراحل قد يعني ما هي صعوبة إلا أن جمالها ينسيك الصعوبة شوي. جميلة جدا، جمهور جميل صراحة، يعني حضور أمني جميل، كل شيء اليوم ينسيك المصاعب ولا المراحل صعبة جدا، بس حضور الجماهير وتواجد الأمن والتنظيم والترتيب نسانا المصاعب، والحمد لله وجودنا معكم الآن يستاهل المصاعب اللي مرينا عليها. يعطيكم العافية. يعافيك. شكرا، شكرا لكم. شكرا لك. حمد ناصر، بعدين صالح، نتمنى انك بطل، ننتظر شوي. حمد تفضل. حمد الحربي ايضا سائق من فئه التي 3، يعطيك العافيه. اعتقد في تجربه جديده لك. هي راعي من نادي من نفس المنطقه، نادي التعاون. نعم، اول شيء اشكر نادي التعاون، اشكر اداره نادي التعاون وعلى راسهم الدكتور سعود الرشودي على الرعايه الجميله، والحمد لله احنا يعني بالرالي هذا حققنا المركز الرابع. كنا نطمح ان نتقدم نجيب ثاني ثالث اول، لكن سبحان الله هذا الرالي له ظروف، يعني قبل بدايه الرالي صار عندنا عطل زين، فهذا يمكن اخرنا شوي. طيب كيف تعاملت مع العطل؟ طبعا لازم يعني تشيك كذا، يعني تشوف الفيوز وتشوف وش اللي عندك، فتسوي دائره الكهرب كلها لازم تمر عليها. لقينا العطل وينه فيه، والحمد لله شغلنا. مستمر مع نادي التعاون في تجهيز السيارة؟ والله إن شاء الله على حسب الإخوان بالتعاون إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يعافيك حبيبي. شكرا لك. أنتقل إلى صالح السيف، بطل أو وصيف هذا الرالي، رالي القصيم. صالح يعطيك العافية، من فئة التي 3. نعم. كيف كانت المنافسة؟ الحمد لله المنافسة كانت شديدة، بحكم أنه أننا الآن مركزين على الأوفرول. طبعا باختصار هذه احنا في الجولة الثالثة من بطولة السعودية في القصيم، سبقها جولتين في حائل وفي تبوك. الحمد لله احنا الآن في صدارة التي 3، وفي المركز الثاني في الأوفرول بعد الكابتن يزيد الراجحي. طبعا احنا نمشي على استراتيجية معينة بحيث انه تكون بطولة السعودية يعني نختمها بالمركز الأول، وفي الترتيب العام في الأوفرول يكون في مركز متقدم، وايضا تختمنا في التحضير لرالي داكار باذن الله. كل التوفيق. امين، يعطيكم العافيه. شكرا لصالح السيف، كان متحدث وايضا يعتبر وصيف بطوله رالي القصيم 2023. عبد